السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نتناول فيها اليوم ما وصلت اليه مباحثات اتفاق السويد على الصعيد السياسي والانساني. إذن مشاهدينا، لا جديد سوى المراوحة في المربع الأول، هذا العنوان الأنسب لما عليه أو لما هي عليه مباحثات الجهود السياسية والإنسانية التي تجرى في الحديدة أو عمان. إصرار حوثي على التفسير الخاص لمضمون اتفاق السويد بخصوص إعادة الانتشار في الحديدة، الميناء والمدينة، بينما يحاولون فرض التجزئة على اتفاق التبادل للأسرى والمختطفين، مع أن ديباجة الاتفاق تنص في سطرها الأول على أن الملف الإنساني أو أن الملف إنساني بحت ولا ينبغي إقحام السياسة فيه. ثمة من يرى أن الأمر في مجمله لا يعد أن يكون مجرد إطالة من أمد المعاناة في اليمن بإخراج دولي يتجاوز سيطرة التحالف الذي فرط في نصر استراتيجي كان يمكن أن يتحقق بحسم معركة الحديدة. انتهت مباحثات السفينة ولم يفصح أي الفريقين عما اتفق عليه، لكنه كما يبدو نهاية لواحدة من جولات عديدة على أمل تحقيق منجز يتحقق أو يستحق الذكر يحسب للفريق الدولي برئاسة الجنرال الدنماركي ليلوسغارد. في زوايا الحدث اليوم نتناول ما وصلت إليه المباحثات، مباحثات السويد في شقيها السياسي والإنساني وأوجه العرقلة وأسبابها، وما إذا كان من بقعة ضوء يمكن التفاؤل بها. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير سويا ومن ثم نبدأ النقاش. بعد أن استأجرت سفينة لحلحلة المفاوضات الخاصة باتفاق إعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة، تعتزم الأمم المتحدة استئجار سفينة أخرى أكبر وأوسع هذه المرة لتكون مقراً لإقامة 75 مراقباً أممياً برئاسة رئيس البعثة الجديد الدنماركي لوليسغارد. مكتب المبعوث الأممي جريفيث يقول إن الجنرال لوليسغارد سيواصل المباحثات من حيث توقفت، إلا أنها عمليا لم تحقق أي تقدم على الأرض. لا يزال الحوثيون متمسكين بتفسيرهم الخاص لمضمون اتفاق إعادة الانتشار على العكس من الفريق الحكومي الذي يبدي مرونة، قالوا إنها استجابة لتوجيهات رئاسية لإثبات حسن نوايا الشرعية تجاه جهود الأمم المتحدة نحو السلام. في الاتجاه الموازي بشأن ملف تبادل الأسرى والمختطفين، لا تزال المباحثات تراوح في المربع الأول، خصوصا بعد تصريح الوفد الحوثي بتجزئة ملف التبادل وأنه قد يحتاج إلى شهور قادمة للانتهاء منه. التطور الوحيد في هذا الملف هو ما جرى في مسألة التدقيق الإحصائي عن الأسرى والمختطفين، إذ اعترف الطرف الحوثي بأنه متأكد من وجود 1300 أسير لدى الشرعية من بين 7000 كان يطالب بهم، بينما أفاد فريق الشرعية بتأكده من وجود 2600 مختطف وأسير في سجون الحوثيين من بين قائمة 9000 أسير ومختطف ومخفي قسراً. نتج عن ذلك نشوء ما أطلق عليها لجنة الجثامين لبحث مصير مجهولي المصير وإمكانية ترتيب تبادل الجثث عبر الصليب الأحمر. ردح متبادل بين الطرفين ودوران مستمر في نفس المربع نتجت عنه قناعة لدى بعض المراقبين أن ما يجري فصل من مسلسل إطالة الصراع في اليمن، غير أنه بإشراف دولي يتجاوز سيطرة التحالف. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من الحديدة معنا الصحفي سامي الأهدل، ومن عدن الناشط السياسي طارق سرور. أبدأ معك سيد سامي الأهدل، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور، تحية لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك سيد سامي. بداية، يعني كونك تحدثنا من محافظة الحديدة، لو يعني تصف لنا الوضع الميداني في المحافظة، خصوصا مع يعني الساعات الأخيرة من المحادثات سواء في الجانب السياسي على سفينة أو في عمان في ما يخص الجانب الإنساني. نعم، في البداية يجب أن نؤكد أن كبير المراقبين الدوليين في الحديدة مايكل لوليسغارد غادر الحديدة منذ صباح الخميس أي أمس، ومتوجها عبر السفينة الأممية فوس أبولو إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. بحسب المصدر الذي حدثنا الذي يرافق الوفد الحكومي، أن لوليسغارد غادر الحديدة وبرفقته الفريق الحكومي أو ممثلي الحكومة الشرعية للقاء المبعوث الدولي مارتن غريفيث الذي ربما سيصل يوم السبت
أو الأحد إلى مدينة عدن. لكن في الحقيقة جاءت هذه المغادرة لمدينة الحديدة عقب جولة من المشاورات أو المفاوضات الماراثونية بين الحكومة وبين الحوثيين. في الحقيقة كان الخلاف بين الطرفين حول بند القوى الأمنية التي ستستلم مدينة الحديدة عقب انسحاب القوات العسكرية. لكن مع تسلم الجنرال الجديد أو الجنرال الدنماركي لمهمته طفح على السطح خلاف جديد حول بند المسافة التي يجب أن تنسحب إليها الطرفان، أي مسافة انسحاب القوات الحكومية وقوات الحوثيين من المدينة إلى خارجها. أيضا هناك الكثير من الخلافات والتعقيدات. الليلة الماضية أعلنت الأمم المتحدة أن هناك موافقة مبدئية على اتفاق في الحديدة، لكن الفريق الحكومي أكد أن هذا الاتفاق الذي أعلنت الأمم المتحدة عنه هو اتفاق جزئي فقط يشمل، يعني بمعنى نفهم سيد سامي أن هناك اتفاق، لأنه منذ أن انتهى الفريقان من التباحث صباح أو ظهر اليوم لم يتم التصريح من كلا الطرفين بأي معلومة، وهنا يعني ما يضع كثير من علامات الاستفهام بأنه يفترض إذا كان هناك تفاهم معين أن يتم الإيضاح به سواء من الجنرال الدنماركي أو من كلا الفريقين، بمعنى حتى أن المسافات التي تتحدث عنها هل حددت؟ ما هي المسافات التي ستنسحب إليها الميليشيا، وأيضا المسافة التي ستنسحب قوات العمالقة يعني باتجاهها؟ نعم، في الحقيقة أود أن أؤكد لك مرة ثانية أن اللقاءات انتهت منذ يوم الخميس. الوفد الحكومي ومعهم رئيس لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد غادروا ميناء الحديدة منذ صباح الخميس، منذ الثامنة صباحا غادروا ميناء المدينة متجهين نحو عدن. لكن هذه الجولات أو المفاوضات التي أو الاتفاق الذي أعلنت عنها الأمم المتحدة كما قلت لك لم يكن اتفاق شامل، إنما تضمن بعض البنود فقط. لقد تم تأجيل الاتفاق على بند القوة التي ستستلم مدينة الحديدة، لكن بند المسافة التي ستنسحب إليها القوات، نحن في الحقيقة حاولنا الوصول إلى معلومة حول البند الذي وضع أو الاتفاق إذا ما كان يشمل المسافة، لكن الطرفان يرفضان التصريح ويرفضان الحديث عن هذه النقطة. لكن الحوثيون كانوا أعلنوا قبل يومين أنهم قدموا مقترح بانسحاب القوات أو بانسحاب قوات الطرفين في المرحلة الأولى إلى مسافة 25 كيلومتر مقابل أن تنسحب القوات الحكومية أيضا من المنافذ الشرقية والجنوبية مسافة 25 كيلومتر أيضا. لكن في الحقيقة كما قال الحوثيون بأن الحكومة اشترطت الموافقة على هذا الاتفاق أن يكون اتفاق يشمل القوة الأمنية التي ستستلم الحديدة بعد انسحاب الطرفين. نعم، إذن ابقى معي سيد سامي، سأعود إليك وأذهب لضيفي الآخر الناشط السياسي طارق سرور معنا من عدن. سيد طارق مساء الخير. مساء الخير والتحية لك ولضيفك ولكافة مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك سيد طارق، يعني نبدأ معك في تصورك يعني لما يجري في الحديدة، ما الذي يجري من وجهة نظرك؟ أخي الكريم، الذي من وجهة نظري لم يتم هناك أي تطور في الموقف السياسي. واضح بأن ثلاثة أو أربعة أيام منذ وصول كبير المراقبين الجديد مايكل لوريسغارد تمت هناك جلسات مستمرة، وواضح بأنه وانتهت يوم أمس، واضح بأنهم لم يتم الاتفاق على أي شيء جديد. هذا يتضح من خلال تصريح أو الموقع الرسمي للأمم المتحدة الذي قال حاول أن يعطي بعض الأمل، وقال بأن هناك موافقة على تسوية أولوية لفتح الممرات إنسانية ولإعادة انتشار المقاتلين. لم يتم التأكيد على ذلك من أي من الطرفين، فواضح بأن الموضوع ولم يتم التحرك فيه إيجابيا. نفس الخلاف الذي كان مع المبعوث أو كبير المراقبين السابق، لا زال الخلاف هو نفسه حول من يستلم الموانئ، حول بداية مراحل الانتشار. لم يتم هناك أي جديد إلى الآن.
ما هو جديد فقط استمرار القصف على المديريات بيتا وحيش والدرهمي، والجديد هو استمرار معاناة المدنيين والنزوح بالعشرات والمئات من المناطق التي تتعرض للقصف اليومي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. نعم، إذن ابقى معي سيد طارق. أعود لك سيد سامي، يعني ماذا يعني أن ينهي الفريق كما أكدت الفريقان المباحثات يوم أمس الخميس ولا يصدر أي تصريح واضح سواء من الفريقين أو من المبعوث الأممي؟ في الحقيقة الفريق الحكومي كان أعلن موقفه عبر ناطق أو عبر عضو اللجنة صادق دويد الذي هو ناطق قوات طارق صالح والذي يشارك في هذه اللقاءات. قال في على تويتر بشكل واضح أن تصورهم لخطة إعادة الانتشار هي المرحلة الأولى أن ينسحب الحوثيون من الميناء والمدينة، وفي المرحلة الثانية تنسحب القوات الحكومية من المنافذ الشرقية والجنوبية التي تمر عبرها المساعدات القادمة من الميناء. لكن بالنسبة لصمت الحكومي والحوثيين هو صمت مطلوب يطلبه الفريق الأممي حتى تكون الحديث عن الجديد يكون عبر الأمم المتحدة فقط. لكن الأمم المتحدة أمس كانت واضحة، هناك اتفاق، هناك موافقة مبدئية لكن لم تقل ما هي البنود التي تم الموافقة عليها، لكنها أكدت أيضا أن الفريقين سيعودان للقاء قياداتهما ومن ثم استئناف اللقاءات الأسبوع المقبل من أجل توضيح أو إعلان الموقف النهائي من الخطة التي قدمها الجنرال الجديد أو الجنرال الدنماركي مايكل لوليسياك. نعم، إذن أذهب لطارق سرور. يعني سيد طارق، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ أخي الكريم، لا أريد أن أصدر الإحباط لكن الواقع يقول هذا. نحن الآن أكثر من شهر على توقيع اتفاق ستوكهولم ولم يتم أي جديد. منذ البداية كان النص على أن يتم بداية تسليم ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى وميناء الصليف، ومن ثم الانتشار إلى المناطق الشرقية والانتشار إلى المناطق الشمالية بالنسبة للقوات الحوثي. هذه بدايات اتفاق ستوكهولم، لم يتم منها أي شيء إلى الآن. فما أدري ماذا أقول، يعني هناك كمية كبيرة من الإحباط لدى المواطن بشأن هذا الاتفاق الذي لا زالت بنوده إلى الآن كل طرف يفسرها بناء على رغبته. لم يكن هناك تحديد واضح للبنود، تحديد واضح من سيستلم الموانئ، من المقصود بالقوات الحالية وقوات الأمن الموجودة. ايضا الاتفاق الاخر الذي كان كلنا نعتقد انه اكثر ايجابيه واكثر قربا للتنفيذ وهو اتفاق تبادل الاسرى، بنفس هذه المده ايضا لم يتم حدوث اي انفراج فيه، من جلسه الى اخرى ومن اجتماع الى اخر يتم تجديد التماطل فيه. ونصل اخيرا الى ان وفد الميليشيا يقول انه سيفرج عن 200 اسير من 9000 معتقل قدمه فريق الاسرى الشرعي. فالوضع مأساوي بشكل كبير جدا. لكن سيد طارق، في مساله الحديده، في مساله الازمه في الحديده المدينه والميناء، يعني هناك ربما يعني كما او تقارب في الفكره ما بين الامم المتحده والحكومة الشرعية في التصور في تصور الجانب الأمني بأن هناك قوات تتبع الدولة وما يشار إليها هي الحكومة الشرعية، هي من تؤمن مناطق الميناء والمدينة في الجانب الأمني، وبالتالي يعني هل أي محادثات سوف تفضي في نهاية المطاف يعني إلى قبول الحوثيين بهذا الأمر، أم أنك لا تتوقع أن يقبل الحوثيين بنتيجة كهذه في النهاية؟ أخي الكريم، واضح تصور الحوثيين بأنهم القوة المتواجدة الآن وقوة الأمن سماد الأمن الواقع، واضح التمثيلية السادية الذي حاولوا أن يشرعنوها بغطاء الأمم الأممي وعملوا على إخراج ميليشياتهم بالزي المدني والقبلي
وسلموها الى ميليشيات بالزي الرسمي وحاولوا ان يفرضوا هذا الامر الواقع وهم يصرون عليه. وواضح ايضا بانه تم الان تغيير كافه او يعني استبدال فقط الملابس لهذه الميليشيات المنتشره في مرافق مدينه الحديده وفي نقاطها والمشرفه على مكاتبها التنفيذيه، وتم انبازهم الزي الرسمي في محاوله لاستغفال العالم بان هذه هي القوه قوات الامر الواقع. نعم. المشكله اخي الكريم بان هذه الميليشيات لا تفهم ولا تفي باي توافق. هذا الاتفاق السكون هو فقط هل ستقبل باشتراط الحكومه في مساله ان تؤمن القوات قوات امنيه تابعه للشرعيه؟ أن تؤمن الميناء والمدينة؟ كيف أخي الكريم؟ هذا المفروض وهذا المتفق عليه وهذا الذي كنا نتوقعه. هل ستقبل برأيك يعني هل ستقبل ميليشيا الحوثي بهذا الأمر؟ لن برأيي لن تقبل بهذا الأمر، لن تقبل بهذا الأمر وهي ما زالت تمتلك القوة ومسيطرة على المحافظة بشكل كامل. نعم، إذا كيف تنظرون أنتم للدور الأممي في الحديدة حتى الآن؟ الدور الأممي نحن لازمنا نؤمل فيه وإن كنا نشكك فيه، ومن تجارب سابقة وفي بلدان مختلفة وفي دول مختلفة لم تنجح أي مساطات أممية. واضح بأن رئيس هيئة المراقبين السابق كامر كان جادا وكان مهنيا، وبالتالي عندما رأى تملص الميليشيات الحوثية ومحاولة انقلابها على ما تم الاتفاق إليه أعلن استقالته، وبالتالي استبدل بالمبعوث الجديد الدنماركي. وهناك الآن سفينة جديدة وعبارة جديدة ومرحلة من مرحلة إلى أخرى. أخي الكريم نحن نؤكد بأن هذه الميليشيات لن ترضخ ولن تنسحب ولن تترك مدينة الحديدة باعتبارها مصدر أساسي هام للدخل إليها. نعم. بالتالي لن يكون هناك إلا الحسم والحسم العسكري. نعم، إذن ابقى معي سيد طارق. أعود إليك سيد سامي الأهدل. سيد سامي، يعني نتساءل هنا، هل ستقبل ميليشيا الحوثي يعني تصور الحكومة للجانب الأمني في مدينة الحديدة فيما يخص المدينة والميناء؟ نعم، بكل تأكيد لن تقبل جماعة الحوثي أن تسلم المدينة والميناء لقوات تتبع الحكومة الشرعية تحت أي ظرف. لن يسلم الحوثيون الميناء والمدينة إلا بالقوة العسكرية، أي أنهم مستعدون للمواجهة العسكرية إلى آخر مقاتل، ومن ثم الاستسلام أمام هزيمة عسكرية. أما سياسيا الحوثيون رفضوا مقترحا حكوميا يقضي بتسليم المدينة والميناء لقوات ما قبل 2014، أنها قوات أمنية ستكون محايدة لا تتبع الحوثيين ولا الحكومة. رفض الحوثيون هذا المقترح أيضا، فما بالك يعني استبعد أن توافق على أن تكون القوات أمنية تتبع الحكومة الشرعية. في الحقيقة نحن أمام خيارات مطروحة، ربما يسعى المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحديدا إلى فرضها في الحديدة. الخيار الأول أنه ربما تشكل قوة عسكرية وأمنية في مرحلة قادمة تكون خليط ما بين مسلحي الحوثيين وجنود القوات الحكومية، أي أنه سيسلم الميناء والمدينة لقوات يقودها ربما جنرال أممي، لكن تشكيلة أفرادها تكون مشكلة من الحوثيين والحكومة. الخيار الآخر وهو الأبعد أن تجبر الأمم المتحدة بشكل من الأشكال الطرفين على القبول بقوة أممية، وهذا هو الأخطر، أن يتحول الوجود الأممي في الحديدة إلى وجود دائم ومستمر يشبه الوجود الذي هو في مالي وفي الصحراء الغربية. نعم. وفي كثير من المناطق حول العالم. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد سامي الأهدل الصحفي، كنت معنا من الحديدة. وأعود إليك سيد طارق سرور ناشط سياسي معنا من عدن. سيد طارق، يعني إلى أو أين تقف السلطة المحلية مما يدور في مدينة الحديدة؟ السلطة المحلية عليها ضغوط كبيرة. السلطة المحلية إلى حد ما يجب عليها أن تتحرك بشكل أكبر، يجب أن تتحمل مسؤوليتها، يجب أن تشعر بمعاناة وآلام أبناء الحديدة
اكثر من 2 مليون من ابناء الحديده يعانون بشكل يومي، يتعرضون للقصف اليومي، يتعرضون للالغام، يتعرضون للحصار الاقتصادي، لا زال الى الان بدون رواتب، لا زالوا الى الان حتى بدون المنحه المقدمه من اليونيسف للمعلمين. لهذا على السلطه المحليه ان تتحمل مسؤوليتها بشكل اكبر، ان تشكل لجنه طوارئ، ان تستغل هذا الزخم والاهتمام بمدينه الحديده، وان تشكل لجنه لتقديم كل الخدمات والمساعدات ومحاوله تسويق الوضع بالحديده بشكل واضح، وجلب المنظمات الدوليه بمقدمتها منظمه التابعه للامم المتحده بالاضافه الى مركز الملك سلمان ومركز والهلال الاحمر الاماراتي، تقديم خدمات حقيقيه وفعليه وايجابيه لابناء الحديده. بالجانب الاخر يجب ايضا على التحالف ان يعمل على انقاذ اهالي الحديده من القتل اليومي والعمد بانهاء هذا الحصار وبمعركه التحرير الكامل لكافه مدينه الحديده. فالى الان استطيع ان اقول لم يحرر من مدينه الحديده غير مديريه واحده وهي مديريه الخوخه، بينما بقيه المديريات تحررت بشكل منقوص، تتعرض يوميا لسيل من القذائف الحوثيه ولوضع انساني مؤلم جدا جدا، وهي مديريه الدريهني ومديريه التحيته ومديريه حيش. نعم، إذا وضحت الصورة. شكرا لك الناشط السياسي طارق سرور، كنت معنا من عدن. وأرحب بضيفي من هولندا الكاتب الصحفي غمدان اليوسفي. سيد غمدان، مساء الخير. أهلا، مساء النور. سيد غمدان، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، إذن سيد غمدان مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بك. يعني بدايه، كيف تتابع مجريات مباحثات المباحثات اليمنيه في شقيها السياسي وايضا الانساني؟ يعني ما يتعلق بالجانب السياسي، اعتقد انه هي نفس النقطه التي يتوقف عنها المسؤول الجديد الذي خلف كاميرت او غيره من القادمين، يعني سيتوقفون عند النقطة يعني كثيرا، هي من سيخلف يعني سواء الجنود الذين سيقومون بحماية ميناء الحديدة أو من سيخلف الإدارة في مدينة الحديدة، الإدارة بشكل كامل. وأعتقد أنه ليس من السهل أن يسلم الحوثي كل مفاصل هذه يعني المدينة يعني لأطراف أخرى أو حتى لطرف يختاره الأمم المتحدة. فيعني ما زال هناك، يعني ربما اليوم هم يتمتعون بالحرية الكاملة الحوثيين، خصوصا أنه الأمم المتحدة ضغطت وأوقفت الحرب عليهم، فاليوم هم من يستفيدون يوم وراء آخر، سواء بتعزيز جبهتهم هناك، سواء يعني في حال فشلت كل الطرق وبدأت حرب جديدة، فإنهم يكونون قد يعني عززوا مواقعهم بتلك القوة المطلوبة. وإذا أعتقد أنه من الصعب أن ننتظر قريبا حل لهذا الملف. والدليل على أن الأمم المتحدة بدأت يعني ربما تتوغل في داخل يعني أو يعني نقول تمد أذرعتها في داخل المنطقة من خلال السفينة التي استأجرتها، وهي سفينة فاخرة وفيها أكثر من يعني قرابة 300 غرفة للجنود القادمين، ويعني ربما يعني هي تستعد لعمل طويل المدى. نعم. ولا يهم ربما يعني الجانب الإنساني هو الضحية في هذا النقاش السياسي. نعم. ربما بدأت يعني ملامح، اليوم لاحظنا البيان الذي أصدره نائب المفوض السامي للشؤون الإنسانية والمتخصص بالحالات الطارئة، تحدث عن أن الحوثيين يمنعون الأمم المتحدة من الوصول إلى الحبوب المقدسة في صوامع الغلال، والتي قال أنها يعني يخشون من أن تفسد هذه الشحنات والتي قد
والتي ربما يعني هي ستكفي 3.5 مليون مواطن لمدة شهر، غذاء لمدة شهر ل3.5 مليون مواطن. نعم. لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليه، وذكرت أن الحوثيين يمنعونهم من الوصول، وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها عن الحوثيين بطريقة مباشرة أنهم هم من يمنعون الوصول إليها. نعم. نعم، لكن يعني بالنسبة لملف الأسرى والمعتقلين سيد غمدان، يعني لماذا حرص الحوثيين على مسألة تجزئة هذا الاتفاق بشكل كبير، أو مع أنه ما ذكر في نص الاتفاق في السويد أن هذا الملف هو ملف إنساني بحت ولا علاقة للسياسة في هذا الملف؟ بالعكس، يعني كل العلاقة في هذا الملف علاقة سياسية. يجب أن يعني يجب أولا أن ننظر من جانب إنساني، إذا كان هناك سيتم يعني إطلاق سراح 200 شخص مقابل 200 من الطرف، فأعتقد أنه المستفيد الأول والأخير من هذه العملية هم أهالي المعتقلين. نعم. بغض النظر عن النقاشات التي ربما يعني لا نتفق فيها مثلا مع الجانب الحكومي، يعني لماذا لا نوافق أيضا على تجزئة الملف؟ في النهاية هؤلاء المعتقلين الذين هم في العاصمة صنعاء هم من يدفعون الثمن. أما في يعني الحوثي في النهاية هو يبحث عن مقاتلين والذين سيعودون للجبهات اليوم أو غدا، وبالتالي هو يعني لا يهمه أمرهم ولا يهمه أمر النساء التي يعتصمن كل يوم في العاصمة صنعاء، وبالتالي يستطيع أن يجلس معك على طاولة مفاوضات فيما يتعلق بالأسرى لمدة يعني لمدة سنة أو سنتين. يعني والمتضرر الأول والأخير هو المعتقل الذي في العاصمة صنعاء، لم يكن في جبهة ولم يكن في يعني يحمل سلاح ولم يكن، إنه مجرد شاب أخذ من بيته أو من الشارع أو من فندق أو ما شابه. فأنا أرى أنه مثل هذه يعني الملفات يجب أن تجزأ، يعني مش بالضرورة أن نقول الكل مقابل الكل، فأعتقد أنه هذه من يعني من الصعوبة جدا أن يتم تحقيق مثل هذه الملفات. الملف إنساني بحت، من نستطيع أن نخرجه اليوم يجب أن نقدم تنازل مهما كان الثمن، ولكي يطلق سراح مثل هؤلاء المعتقلين فهم المتضررون بالدرجة الأساسية. نعم، لكن سيد غمدان في مسألة ملف الحديدة، يعني هل يمكن القول أن هذا الملف اليوم خرج من يد التحالف بشكل كامل ويعني بات هذا الملف بيد الأمم المتحدة؟ أعتقد أنه خلاص، يعني الأمم المتحدة أصبحت تتاجر بالملف اليوم، لم يعد الملف بالنسبة لها قضية سياسية تريد أن تحقق من وراءها مكسب سياسي ولتثبت للعالم أنها ليست الأمم المتحدة التي تفشل في كل الملفات، وبالتالي لا يهمها ربما هذه الصورة. أعتقد أن هناك أيضا كأنه يعني يوم مرة آخر يتكشف أن هناك مصالح كبرى تجارية في داخل أروقة مؤسسات عالمية مرتبطة بالأمم المتحدة هي من ستكسب من وراء هذا الملف، وخصوصا يعني ربما ستكون المكاسب مالية بدرجة أساسية وهي التي تتكشف يوم وراء آخر. نعم. أما ما يتعلق بالجانب السياسي فهذا الأمر أعتقد أنه الناس لديهم هذه القناعة أن الأمم المتحدة أصبحت يعني مجرد تدير الملفات ولا تعالج هذا. نعم. إذا سيد غمدان هنا فقط يعني دهمنا الوقت، ولكن يعني بدقيقة فقط نتساءل عن الشرعية، يعني ما الذي يمكن أن تفعله لاستعادة زمام الفعل المؤثر في اتفاق السويد؟ الشرعية اليوم مقيدة يعني بتصنيفها كشرعية، لا تستطيع الشرعية أن تستأنف مثلا العملية العسكرية وهي الحل الوحيد ربما في إزاء هذا التعنت الحوثي. يعني بالتالي اليوم الأمم المتحدة أصبحت هي حائط الصد أمام الشرعية وأمام التحالف، يعني لأن الضغط على التحالف وعلى الشرعية اليمنية يكون أهون من الضغط على الحوثيين كجماعة مسلحة لا تلتزم بأي مواثيق أو اتفاقات دولية. نعم. وبالتالي اليوم هم المستفيدين الذين يقوون جبهاتهم، والحكومة الشرعية تتعرض للضغط من الأمم المتحدة وكذلك أيضا التحالف يتعرض لذات الضغط. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا من هولندا، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر أيضا ضيفي سامي الأهدل الصحفي كان معنا من محافظة الحديدة، والشكر أيضا للناشط السياسي طارق سرور كان معنا من عدن. وفي الختام
تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.